ألقت مصالح الشرطة بالعاصمة أمس القبض على مغنية الراي المثيرة للجدل والمعروفة باسم الشابة صباح داخل أحد فنادق الضاحية الغربية للعاصمة. وحسب ما نشره موقع النهار اليوم السبت، فإن الشابة صباح جرى توقيفها خلال تواجدها بفندق في الشراقة غربي العاصمة بعدما اكتشفت مصالح الشرطة أنها محل بحث بعد صدور أحكام قضائية بالحبس في حقها. وأوضحت المصادر التي أوردت الخبر أن مغنية الراي الشابة صباح التي كانت تقيم بفندق معروف بشراقة غرب العاصمة تفاجأت بتوقيفها أمس من قبل عناصر الشرطة بعد إرسال بطاقة المقيمين بالفندق لمصالح الأمن ليتبين بعد البحث والجرد في السجل الإلكتروني للمبحوث عنهم أن المغنية المثيرة للجدل محل بحث من طرف العدالة بعد صدور حكم قضائي في حقها من طرف مجلس قضاء تلمسان. ومن المقرر أن يتم تقديم الشابة صباح للمثول أمام وكيل الجمهورية في إقليم اختصاص المحكمة التي صدر عنها الحكم القضائي، وهو ما يعني أن المغنية سيتم نقلها إلى ولاية تلمسان. لا تنسى الإعجاب والاشتراك بقناتنا وليصلك كل جديد، اضغط على زر الجرس.